There is an ancient desire in the Lord's heart هناك رغبة في قلب الرب لما قال إنه السماوات مكان سكناي والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي ومكان راحتي؟ الرب مشتاق لمكان راحة، الرب مش مشتاق بس لمكان يزوره، هو مش عايز يجي يزور ويمشي لكن عايز يسكن، عايز يفضل. وإحنا في الموسم ده الرب بيردد الصوت ده جوانا في قلوبنا من كل قبيلة وشعب ولسان، بيعدنا لمكان راحة. والأمر مش بس متعلق بأمم لكن كمان في حياتنا الشخصية وفي عائلتنا، والأمر قريب جدا مننا مع كل اللي عدينا بيه في 2020 وإحنا في الإغلاق وعندنا وقت مع بعض كعيلة. أدركت رغبته إنه عايز يسكن في كل عيلة، حتى في عيلتي الشخصية في أوقات كنا بنعمل أمور مع بعض، أوقات بنعمل رياضة، أوقات بنعبد، أوقات وإحنا على مائدة الغداء. وإحنا كأمهات في دعوة على حياتنا إن إحنا نغذي وإن إحنا نحمل الأمر ده. كنا دايماً فاكرين إن إحنا محتاجين نروح الكنيسة، محتاجين نروح مؤتمر، محتاجين نروح اجتماع، لكن أدركنا في الوقت ده إن وقتنا مع بعض وإحنا في البيت ده مكان سكن الرب. وإحنا أكيد مش كاملين، لكن لما نيجي مع بعض ونشتاق للأمر ده وجدنا إن الرب بيقترب. إحنا عايشين في الوقت ده، إحنا عايشين في الوقت اللي نتمم فيه شهوة قلبه. خلينا نعطيه مكان سكناه في حياتنا وفي قلوبنا وفي عائلتنا، وإحنا بنقرب من عائلات تانية خلينا نعطيه مكان الراحة ده.